لام ترجع لروبن كراوس ألابا طلبها على الجهة اليسرى، فضل فرانك ريبيري. فرانك ريبيري جهة تبيد ألابا إلى من ريبيري، أوه با 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 إلى من جول جول فيليب لام، هذا القصير بالراس يفتح مجال التسجيل للبايرن، حطها له فوق راسه فرانك ريبيري. بينتو يتفرج ودفاع البارسا يتفرج، يا لها من تحفة كروية رائعة. شوف فيليب لام كيف تقدم، حطها له ريبيري فوق راسه، اوي 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 اوي. بينتو وكأنه حارس كرة يد وليس كرة قدم، خلاه ساجد فوق أرضية الميدان بعد هذا الهدف، بعد هذه الكرة الرائعة جدا من كيركوف. كرة في العمق، هيلة الكرة هذه من عند بيدالا ألابا، التوزيع أرضيه مانزوكيتش والهدف الثاني، مانزوكيتش والهدف الثاني لصاحب اللاعب السابق في نادي فولفسبورغ، يسجل الهدف الثاني بعد هذا التوغل من هناك على الجهة اليسرى. كونتونتو يوزع ناحية مانزوكيتش والهدف الثاني، البايرن متقدم على البارسا ب 2-0 قبل 3 دقائق من نهاية المباراة. جماهير استمتعت بالشوط الأول، الشوط الثاني لا أعتقد.